يتناقل بعض الطلبة أنكم تقولون بجواز الانتخابات البلدية والانتخابات الرئاسية من عامة الشعب، وقد سئلنا عن ذلك من محبيكم من خارج هذه البلاد، فما توجيهكم في إيضاح هذه المسألة؟ الكذب اليوم كثير ورخيص، وكل يروج إن فلان قال كذا وكذا، يجيب الفتوى اللي أنا قلت يجيبها بصوتي ولا بخطي وتوقيعي. أما الكذب والدعاوى، أنا ما أذكر أني أفتيت بالانتخابات ولا دخلت فيها ولا لي فيها دخل. نعم.